والإثارة شوطنا. إذن المنطلق الرابع، نتابع هذه المجريات، نتابع هذه التحديات، نسير في المراكز الأولى، نسير هنا في الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا في هذا الانطلاق المميز الجميل ياتي ناصي مطر بن احمد بن عبد الله بن العبيده المنطلق على الصداره وعلى المركز الاول. السيف لناصر بن عبيد بن سالم المزروعي على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث رمز هنا لحمد بن محمد بن عبيد العامري المنطلق، وهنا الحذر لجمال بن راهد الشاوي الغفري المنطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع براد مبارك بن حمد بن عود عامري يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس في هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي هنا نبراس خليفة بن حمد بن خليفة العطية المنطلق مع نبراس، ومن الجانب الآخر شاهين عبد الله بن علي بن يمعة بن سعيد الرميثي منطلق بالتحدي الجميل من الجانب الآخر. وأرى هناك التسلل من الحنيش لسعيد بن غلام بن موسى لبلوشي مع الحنيش في هذا الانطلاق المميز الجميل، والوصول من مصيحان خليفة بن حميد بن سهيل المهري المنطلق بالتحدي المميز الجميل. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، المركز التاسع، المركز التاسع والمتسلل من الجانب الآخر هناك يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة الطائر، الطائر الطائر هنا طائر بهذا الأداء المميز عبد الله بن حمد بن علي العطية المنطلق مع الطائر على المركز التاسع. وفي المركز العاشر مقاتل المظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بالتحديات المنطلقة بالإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بهذا الأداء المميز الجميل نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وهناك المقدمة وناصي، ناصي لمطر بن أحمد بن عبد الله بن عبيد المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل. المركز الثاني السيف لناصر بن عبيد بن سالم المزروعي المنطلق على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث، المركز الثالث الحذر يأتينا ثالثا جمال بن راشد بن شاوي الغفلي المنطلق ثالثا. والمركز الرابع براق المبارك بن حمد بن عود العامري من يأتينا على رابع مراكزنا. وفي المركز الخامس، المركز الخامس وخامس المراكز هنا شاهين لعبد الله بن علي بن يمعة بن سعيد الرميثي المنطلق على المركز الخامس. وسادس المراكز، المركز السادس نبراس خليفة بن حمد بن خليفة العطية المنطلق مع نبراس بهذا الانطلاق المميز الجميل هنا. أما المركز السابع، المركز السابع هناك ياتي الحنيش لسعيد بن غلام بن موسى لبلوشي مع الحنيش من ينطلق هذه التحديات الجميلة والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من الجانب الآخر في هذا الانطلاق التحدي المميز الجميل، المركز الثامن الطائر عبد الله بن حمد بن علي العطية من يأتينا بالطائر على ثامن المراكز. وفي المركز التاسع هنا القادم الفائز حمد بن صالح بن حمد بن قمرة النابت المري، وعلى المركز العاشر من ينطلق التحديات الجميلة هذا الأداء المميز الجميل هنا بهذه الإثارة المتميزة. الحذر يأتينا لسهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع
المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بالتحدي والمنطلقة بالإثارة. وهناك أسامي أيضا نترقبها خلف المراكز العشرة الأولى أيضا قادمة بأداء جميل وعرض مميز بهذا الأداء الجميل. نتابع التحديات، نتابع الإثارة، شاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الأداء المميز الجميل. هناك الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط، والحذر من انطلق على صدارة. هنا الصدارة، هنا المقدمة، الحذر، الحذر جمال بن راهد بالشاوي لغفلي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. ما هناك المركز الثاني والمركز الثاني، هذا الأداء المميز الجميل للسيف ناصر بن عبيد بن سالم المزروعي المنطلق على المركز الثالث والمركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثاني، هناك الانطلاقات والتحديات الجميلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الأداء المميز. هناك التحديات من براق المبارك بن حمد بن عود العامري، وأرى تسلل، أرى تسلل، 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 تسلل هنا بهذا الانطلاق. شاهين عبد الله بن علي بن يمعة بن سعيد الرميثي، ومن الجانب الآخر بن قمرة قادم بهذا الأداء المميز الجميل هنا، والتحديات والإثارة مشاهدين الكرام مع الفائز حمد بن صالح بن حمد القمرة النابت المري والوصول من نبراس خليفة بن حمد بن خليفة العطية. وهناك الحنيش ياتينا لسعيد بن غلام بن موسى لبلوشي، يا سلام التحديات الجميلة. وهنا ياتي الطاير عبد الله بن حمد بن علي العطية أيضا ينضم في هذا الأداء المميز الجميل. هناك من الجانب الآخر رمبشر مصبح بن عبيد بن علي الراشدي أيضا يأتينا بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات. عاشرا هنا الحذر قادم في هذا الأداء المميز الجميل لسهيل بن عبيد بن عبد الله بن ميع القادم أيضا بالحذر، يقود المجموعة القادمة من الزمول. هنا المشاركة القادمة من الخلف أيضا بهذه الانطلاقات الجميلة. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. نتابع مشاهدينا الكرام الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول، نتابع التحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وهناك المقدمة والصدارة والمركز الأول في هذا الانطلاق المميز الجميل. هنا الصدارة، هنا شاهين عبد الله بن علي بن محمد سعيد الرميثي من انطلق على صدارة، انطلق على المقدمة وعلى المركز الأول. الحذر لجمال بن راهد بالشاوي الغفلي على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث وصل الشعار المتميز هنا
يا هذا الانطلاق المميز الجميل هنا يأتينا مع زاوية الاتجاه. وصل الراهي بهذا الأداء الجميل في هذه التحديات المتميزة. خليفة بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي من انطلق على المركز الثاني مع سلالة راهي ينطلق على ثالث المراكز. وفي المركز الرابع والوصول هنا أيضا شاهين أحمد بن معتوق بن ثنية العامري أول ندى يأتينا على رابع المراكز. والمركز الخامس الحذر هناك بشعار النادر سهيل بن عبيد بن عبد الله بن إيميع المنطلق بالتحديات المتميزة الجميلة. وصل هنا والقادم شاهين عويضة بن السيل بن حمد بن مضحية العامري ونبراس خليفة بن حمد بن خليفة العطية. وهنا يأتينا منذر قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. وعلى المركز العاشر الوضيحي لعلي بن سالم بن السبع لينيبي من ينطلق على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة في هذه التحديات المتميزة الجميلة الجميلة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول. إلى هناك الحذر على الصدارة جمال بن راشد بالشاوي الغفلي من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. هو على الصدارة المركز الثاني هنا في هذه اللحظات شاهين عبد الله بن علي بن جمعة بن سعيد الرميثي. والحذر الثاني الحذر يأتينا هنا لسهيل بن عبيد بن عبد الله بن إيميع السبوسي من يأتينا على المركز الثاني. وهناك أيضا أرى تسلل من راهي خليفة بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي أيضا واصل بهذا الأداء. والوضيحي هنا يأتينا العلي بن سالم بن السبع لينيبي. ولكن هناك الحذر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. الحذر لجمال بن راشد بالشاوي لغفلي المسيطر على زمام الأمور المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط راهي قادم هنا راهي قادم خليفة بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. وهنا الحذر كذلك لسيد سهيل بن عبيد بن عبد الله بن إيميع أيضا على المركز الثالث. ولكن الحذر على الصدارة على المقدمة على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. هو على الصدارة جمال بن راشد بالشاوي لغفلي. ولكن أرى راهي قادم. الأربعمية متر الأخيرة سلالة راهي لا ترضى إلا بالفوز، لا ترضى إلا بالناموس. وهنا أيضا قادم يتسلل رويدا إلى الفوز إلى الناموس. هو راهي إذن على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. سلام زاخر سلام، اسعدتم صباحا يا أهالي مدينة العين للمرة الثانية في صباح هذا اليوم، هذا الصباح المميز. شكرا يا سالم يا بن حمد يا بن دري على هذا الأداء المميز. تهانينا الخليفة بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي على فوز راهي بالمركز الأول. الحذر في المركز الثاني جمال بن راهي الشاوي لغفلي المركز الثالث. وصل هنا شاهين أحمد بن محتوق بن ثريا العامري. وفي المركز الرابع أتانا شاهين محمد بن سالم بن محمد الجربوعي المري. وهناك منذر لقطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي المزروعي بهذا الانطلاق المميز الجميل. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مشاهدينا الكرام. هنا راهي سلالة السلالة المعروفة الغنية عن التعريف راهي لسيد خليفة بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي من انطلق بالصدارة. 14 دقيقة 26 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا وناموس سلام زاخر سلام على هذا الأداء المميز الجميل. بينما المركز الثاني
كان هناك الحذر من أتى على المركز الثاني جمال بن راهب الشاوي لغفلي كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز أو الناموس. 14 دقيقة 29 ثانية وفاء وتماما وكمالا توقيت الزمني. أما المركز الثالث الذي أتانا هنا في اللحظات الأخيرة وأتى بالمركز الثالث شاهين لأحمد بن معتوق بن ثريا العامري هنا ب 14 دقيقة 31 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية هو توقيت الزمني. تهانينا وناموس تهانينا للجميع. التواصل يستمر أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء في كل مكان. ينطلق شوط آخر في انطلاقات صباح هذا اليوم، حيث الإثارة، حيث التنافس، حيث الندية والاجتهاد بالوصول دائما إلى مراكز